أيمه خلو نعيمه انت حلوة قوي في الفستان الجديد ده، بس اوعي تكوني اشتريتيه من الفلوس اللي بتحوشيها عشان تذكرة السفر بتاعت ليبيا. ما يهمش مدام عاجبك. يا ترى بيروت باينة من هنا؟ زي لعبة صغيرة في الدنيا يا حبيبي. أنا حاسس هنا إن الدنيا دي كلها ملكي. أنا هنا الكل في الكل. أنا هنا العمدة. مفيش حد في الدنيا دي قدي. انا العمده 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 عمده. واحست سلوى بنشا قصدي بنشوه غريبه عندما وضع ممدوح يده فوق يدها ثم طبطب عليها في حنان وارب، قصدي وقرب ممدوح راسه من راس سلوى وهمس لها قائلا بحبك يا رتيبة. قصدك يا سلوى؟ أمال أنا قلت إيه؟ قلت رتيبة. يبقى المؤلف غلط، معلش. طب وعمل إيه صاحبه التاني ده اللي كان بيحب رتيبة وسابته؟ دي حالته اتبهدلت خالص، كل شوية بحبك ما بحبكش، تجوزني ما تجوزكش، إيه؟ إحنا ببورصة. مالك؟ مفيش. ولم يكمل ممدوح عشاؤه وأسرع إلى أوضته لينام وقد ضم صورة محبوبتي إلى الظهر. دودو وصل. طب نسيبك بقى عشان تشوف شغلك، ربنا يفتح عليك كمان وكمان. مع السلامة. الله يسلمك. السلام عليكم. عيب يا سيدي. هي سألتيلي على المشغل؟ ايوه، في عمارة كبيرة قوي في الدور التاني بس في اخر البلد. معلش، يلا بينا. ادي الصوف الاخضر اللي انت طلبتيه. والبلوفر يخلص في قد ايه؟ ادينا المقاسات واحنا نسلمهولك بعد 3 ايام. لا، انا اللي هشتغله. هو حضرتك بتشتغلي تريكو؟ لا، لكن عاوزه اتعلمه. انتوا مش بتدوا هنا حصص؟ ايوه، لكن ما فيش مانع، بس البلوفر هياخد منك شهر قبل ما يخلص. ياه، شهر؟ ده انا عاوزاه عليه. صعب عشان لسه مبتدئ. طيب قولي من فضلك على مواعيد الحصص. كل يوم 2 ساعة بعد الظهر. اتفضلي. دودو. نعم. مع السلامة. انت هتروحي لوحدك؟ ايوه، بس اسمع. ها؟ زي ما اتفقنا اوعى تقول لحد عشان تبقى مفاجأة. عيب، هو انا عيلي.